غانا، كيف تؤثر هذه النتيجة عصام على هذه المجموعة وحظوظ الأرجنتين في التأهل للدور التالي؟ الحقيقة المجموعة دي مفاجأة جدا في نتائجها والأحداث اللي حصلت فيها. محدش فينا كان يتوقع أن أرجنتين هتخسر مباراة وتتعادل المباراة التانية وتفتح مجال لكل اللي تحتيها ان هم يطلعوا او يتأهلوا. يعني كل الفرق المجموعة دلوقتي عندها امل. ارجنتين عندها فرصة لسه، فوز نيجيريا فتح ليها الفرصة، محتاجة انها تفوز المباراة الجاية. على الأرجنتين، الأرجنتين بتحتاج انها تفوز على نيجيريا. على نيجيريا، ونيجيريا تحتاج للفوز على تحتاج الأرجنتين، بالظبط، هما الاثنين بيحتاجوا للفوز. وأيسلندا كذلك تحتاج للفوز على كرواتيا، لأنها لو بالظبط تعادلت تودع البطولة بالظبط، رسميا. بس هي نيجيريا ليها فرصة تانية، ليها فرصة انها تتعادل مع الأرجنتين في حين ان أيسلندا ما تكسبش كرواتيا. يعني ده فرصة شوية، هيطلعوا الاثنين مع بعض، هتبقى كرواتيا 7 نقط، نيجيريا 4، أيسلندا 2. فدي فرصة شوية نيجيريا عندها فرصتين، لكن الأرجنتين طبعا هتنزل مش هتسيب المباراة دي كده لنيجيريا يعني. بس نيجيريا النهاردة بأدائها بصراحة، لو استمرت بالأداء ده مع الأداء اللي احنا شايفينه لنيجيريا، مع الأداء اللي احنا شايفينه الأرجنتين، بصراحة ان المباراة هتبقى صعبة جدا على الأرجنتين، خصوصا انه نيجيريا كسبت الأرجنتين في نوفمبر اللي فات 4-2 صحيح، وديا وديا، وده فتح فرصة للناس. يعني حتى مدرب نيجيريا روح قال انه بعد الفوز ده الناس فكرت ان هم رايحين يتاهلوا، رايحين يكسبوا كاس العالم في روسيا، مش رايحين بس يلعبوا كاي منتخب افريقي يحقق افضل نتيجه. فالحقيقه انه ماتش صعب جدا، وحظوظ الارجنتين انا بشوف ان الارجنتين لا تستحق انها تتاهل، قدمت مباراتين مش كويسين خالص. كرواتيا كانت افضل في مباراه نيجيريا، وكانت افضل كمان في مباراه الارجنتين.